الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض ضريبة على مواطنيها الذين يعملون خارج الأراضي الأمريكية. في السابق كانت الاستمارة التاكس الضرائب كانت تملأ من طرف الشخص نفسه وترسل لقسم الضرائب. الآن هناك تهرب من عدة يعني من أشخاص أو من شركات أمريكية تعمل في الخارج عن الضرائب. كذلك لا ننسى أن هذا موجود في العالم كان في أمريكا وخارج أمريكا. أن كذلك كثيرين من الناس ذوي الثروات الكبيرة عندهم حسابات خارجية غير معروفة وما يدفعون عليها ضرائب أو حتى they don't declare it. فالنظام الأمريكي هو عبارة عن نظام من ناحية الأمريكية هذه حق من حقوق الدولة أن هي تطلب مواطنين هنا بدفع الضرائب. ولكن عملت مشكلة أن هي كذلك عارضت بعض القوانين الخاصة بالدول وبسيادة الدول حتى. لأن أنت وقت ما تطلب أن والله هذا الشخص هو هل هو أمريكي أو تتأكد أنه أمريكي، أنا بالنسبة لي في دولة مثل البحرين أو أي دولة في العالم أنا مو من حقي أسأل الشخص إذا هو عنده يعني جنسيتين أو ثلاث جنسيات أو شيء، لأن هذه ليس من حقي أنا. ما دام هو مواطن موجود في البلد وحامل جواز مواطن خلاص، أنا بالنسبة لي ما أقدر أسأل أنه والله تعال عندك أنت جنسية أمريكية أو عندك جنسية بريطانية أو جنسية. فهذه اللي هي خالقة المشكلة. كذلك هناك الآن النوع اللي مثل تقول عدم الراحة في عدة دول من العالم على هذا القانون الجديد اللي موجود اللي ما يسمونه الفاكتا. الدول بالمثال البسيط سويسرا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، الدول الأوروبية، لأن الثقل هو موجود في أوروبا، يعني أوروبا اللي هم متضررين أكثر. فلهذا السبب إلى الآن هنا بادين نشتغل على هذا النظام وكيف نقدر نلبي متطلبات النظام، ولكن كذلك ما نكسر القواعد اللي موجودة من ناحية سرية الحسابات ومن ناحية البنوك المركزية المتواجدين تحت مظلتها. فنحاول نقارن. هنا كمجموعة البركة المصرفية عملنا منشور إلى جميع الوحدات في الدول المتواجدة. في بعض الوحدات عندهم فكرة على الموضوع، وفي بعض الوحدات لأن تعاملهم بالخارج قليل جدا، فلهذا السبب ما كان عندهم يعني متابعة لهذا الموضوع. ولكن هناك مثل قول تاريخ انتهاء، يعني سوف يطبق النظام في أول يناير 2013 ويكون بداية النظام يعني كامل في جون 2013. فأنت عندك تقريبا حوالي سنة من الآن لتصويب هذه المشكلة. ولكن الأنظمة المصرفية في الدول العربية من الواضح أنها ستمتثل لرغبة السلطات الأمريكية في تطبيق هذا القانون. هي تعرف أنت تتعامل أنت جزء من مكونات العالم، ما دام هنا موجودين وندفع عن طريق الدولار عن طريق النظام الأمريكي، فأنت بالنسبة لك يعني مقيد على حسب متطلباتهم. هم تعاملهم معك ليس أنهم يعني يحبون يعملون لك مشكلة، ولكن هم ينظرون لها من مواطنة أمريكية. يقول لك ما دام أنا عندي مواطن أمريكي خارج البلد ما يدفع ضريبة وعندي مواطن داخل البلد يدفع ضريبة، هذه مو يعني متساوية منها. فلهذا السبب هم يفرضون. ولكن أنا عندنا مشكلة، يعني أنت ما تتعامل مع شركات، أنت تتعامل مع مؤسسات مالية تحت لواء أو تحت مظلة بنوك مركزية تحت مظلة دول عربية وعندها كذلك سرية الحسابات. أنت كيف تقول حق الشخص أنه والله أنا الأخ محمد عنده جنسية مصرية وعنده جنسية أمريكية؟ ما تقدر تقول هذا الشيء. ألم تقدم السلطات الأمريكية حلول تقنية أو فنية للدول العربية أو للدول بشكل عام في سبيل تطبيق هذا القانون؟ هذا الشيء اللي قلت لك، في خمس دول الآن في العالم، خمس دول شقالة على إيجاد آلية هي ترضي الطرف الأمريكي من ناحية الضريبة وكذلك ترضي المؤسسات المالية المتواجدة خارج نطاق النظام الأمريكي. لأن هو النظام صدر أو القانون صدر، أنت الآن عليك أن كيف تكيف الأنظمة التنفيذية لمواكبة متطلباتهم ومواكبة متطلبات البنوك المركزية الموجودة البنوك الموجودة في هذه الدول. بخصوص سرية الحسابات المصرفية سيد عدنان، هل سرية الحسابات المصرفية أيضا تحجب المعلومات الخاصة بالعملاء عن الجهات السيادية للدول أم أنها تحجبها فقط عن جهات أخرى غير سيادية؟ لا لا لا، حتى الجهات السيادية، حتى في دول مثل سويسرا حتى الدولة ما لها ليس لديها القدرة أو الحرية بطلب أي شيء.
إلا إذا كان هناك كيس معينة لشيء معين. أما الدولة ليس لديها القدرة على كسر مثل هذه السرية. هل كل الدول العربية تطبق نفس مستويات سرية الحسابات المصرفية أم أن هناك تفاوت؟ من الدول اللي هناك السرية يعني كاملة هي تقريبا في لبنان وفي بعض الدول. هنا في البحرين عندنا سرية الحسابات، يعني ما يقدر أي شخص مثل يطلب مني، حتى المحاكم ما تطلب من مباشرة من البنك من البنوك. المحاكم في البحرين تطلب عن طريق البنك المركزي، والبنك المركزي يطلب بس معلومات عن شيء معين لأن في قضية معينة، ولكن ما يطلب الحسابات كاملة.